السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا قبل كده برنامج تكلا بام سايت ممتاز جدا عشان تشوف ملفات البيم، هو برنامج مجاني من شركة تكلا. دلوقتي هنشوف السيتنج بتاعته. السيتنج بسيط جدا، عبارة عن وحدة الكاس اللي انت تشتغل عليها، هل انت شغال بالمتريك ولا بالامبريال. وتقدر تختار يعني بعد ما تحدد اليونت، ممكن واحدة من مثلا المسافة أو المساحة تختار لها حاجة سبيشال. من هنا تقدر تختار، ومن جنرال سيتنج ممكن أقول له أنا عايز أشوف النافيجيشن كنترول بوتوم، أو مش عايز أشوفه. اللغة بتاعتك أنت عايزها ايه، الهايلايت، عايز الانترفيس كنترول سايز عادية ولا على شكل التابلت بالشكل دوت. دي اهم الاعدادات في برنامج تكلا بيم سايت.